بونسوار، حييكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، واهلا وسهلا بكل اللي ناطرينا لحتى يجربوا حظهم مع يوميه جديده. بهيدا السحب في عدد كثير كبير من الرابحين مثل كل سحب، ولكن ان شاء الله اليوم بيكون يومكم. وبرجع بذكر انه الجوائز رح بتكون كاش، وبهالايام ما في شيء بيفيد الا الكاش بالايد. شيكوا على شبكاتكم وتاكدوا من رقم السحب 1104. وقبل ما نشوف انا وياكم شو رح تختار المكنه من طبيت، بدنا نرحب انا وياكم بعضو لجنه الرقابه ومندوب وزاره الماليه استاذ محمد الحاج شحاده. مساء الخير محمد، كيفك؟ ماشي الحال. مثل العاده بكل سحب في عنا ثلاث العاب، يوميه ثلاثه، يوميه اربعه، ويوميه خمسه. رح نبلش انا وياكم مع اول لعبه، والى المكنه. مع يومية ثلاثة الجوائز بتبلش من ال 35 ألف ليرة وبتوصل للمليون و 200 ألف ليرة كاش. بالتوفيق لكل يلي حاملين شبكة أو أكثر. وأول طابة أربعة. الطابة الثانية تسعة. والطابة الثالثة ثلاثة. أربعة تسعة ثلاثة، أرقام يومية ثلاثة لليلة. مبروك لكل يلي لاعبين هودي الثلاث أرقام. في حال اخترتوهم بالدور، يعني الرقم قدامكم بالشبكات 493، المبلغ المدفوع اضربوه ب 400 لتعرفوا قد ايه بتربحوا مصاري. وإذا الأرقام حي الله، يعني كيف ما كانوا، كيف ما كان الترتيب، مهم هودي الثلاث أرقام، المبلغ المدفوع اضربوه ب 70 مرة. خلصنا من يومية ثلاثة، رح ننتقل أنا وياكم للعبة الثانية يومية أربعة. أربعة تسعة ثلاثة، نزلوا بالمكنة. وعن جديد رح نشوف تركيبة هالمرة مؤلفة من أربع طابات. أول طابة سبعة. الطابة الثانية ستة. الطابة الثالثة خمسة. والطابة الرابعة عن جديد خمسة. سبعة ستة خمسة خمسة، حلوة سريع. اليومية أربعة لليلة. مبروك لكل يلي لاعبين هودي الأربع أرقام. في حال اخترتوهم بالدور اضربوا المبلغ يلي دفعتوه بأربعة آلاف مرة. وفي حال اخترتوهم حي الله، المبلغ يلي دفعتوه اضربوه بمية وخمسين مرة. رح ننتقل أنا وياكم هلأ من لعبة يومية أربعة للعبة يومية خمسة والأخيرة لليلة. مع يومية خمسة منشوف خمس طابات، ومع يومية خمسة منعلى أكثر وأكثر بالجوائز، يعني أكثر من يومية ثلاثة وأكثر من يومية أربعة، ومنوصل لجائزة قيمتها 120 مليون ليرة. أول طابة صفر. الطابة الثانية صفر عن جديد. الطابة الثالثة خمسة. خمسة كمان. الطابة الرابعة واو، صفرين وخمسة خمسة. والطابة الخامسة سبعة، مش مطرحة. صفرين خمسة خمسة سبعة، أرقام يومية خمسة. مهم يكون في حدا منكم مختار هودي الأرقام ومساقبين بالشبكة قدامه. إذا اخترتون بالدور اضربوا المبلغ المدفوع بأربعين ألف مرة. إذا اخترتون حي الله، المبلغ المدفوع اضربوه بثلاثمية وخمسين مرة، وهيك بتعرفوا قد بتربحوا معنا مصاري. شفنا أنا وياكم نتيجة صحوبات ثلاثة، إن شاء الله يكون أكبر عدد منكم صاب هودي الأرقام وتكون ناقشت معه الليلة. رح نرجع أنا وياكم هلا نتأكد منهم كلهم سوا بتابلو مع أستاذ محمد، تفضل. سحبات يومية ليوم الخميس 11 آذار 2021، سحب رقم 1104. الأرقام الرابحة يومية 3 4 9 3، يومية 4 7 6 5 5، ويومية 5 0 0 خمسة خمسة وسبعة. شكرا محمد. مشاهدينا ألف مبروك لكل يلي ربحوا معنا الليلة. ملتقانا أنا وياكم إذا الله راد التنين بسحب جديد. من هلأ لوقتها كتروا شبكاتكم، ما حدا بيعرف، يمكن التنين تكون من نصيبكم الجائزة الكبرى. إلى اللقاء.